وهذا ما أشرت عليه بأنه منصب سياسي، ولذلك لا تغيب لأي وزير للوزراء الذين أخفقوا حسب التقارير الحكومية. يعني هناك 6 وزراء من كلامك الآن تحدث، ليش ما يتغيرون؟ هناك موقف سياسي، إذن هو موظف سياسي. هذا الجانب. الجانب الآخر سيدي، يعني أكو بمعايير الجودة الشاملة Total Quality Management، أكو إدارة للزمن وإدارة الجودة، إدارة المال وإدارة الموارد البشرية. الآن نحن نتحدث في إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءتها من أجل أن يمطي جودة في الخدمات والاستخدام الأمثل للأموال، بالإضافة إلى قصر الزمن.